نتكلم على ماتيريال جوه الماكس 2012. لو عملنا حرف الام على الكيبورد هنقدر ان احنا نفتح الماتيريال جوه الماكس. كل سلوت من السلوتات دي بيدينا ماتيريال مختلفة عن الماتيريال اللي جنبها في السين. يعني انا عندي مثلا براد واخترت الماتيريال دي وقلت له مثلا لونها اصفر، وابتديت ان انا عملت الماتيريال دراج ودروب على البراد كده خدت اللون الاصفر. لو عندي براد تاني واخترت الماتيريال اللي جنبها واديت لها لون احمر، برضو ممكن اعملها دراج ودروب، ممكن اعمل اساين ماتيريال تو سيلكشن ادتني اللون الاحمر، تمام، وهكذا. يعني معنى كده لو انا عندي 24 ماتيريال هم عدد الماتيريالات اللي قدامي دول في السين، يبقى انا كده خلصت الماتيريالات اللي قدامي. ده احنا ممكن نزود الماتيريالات دي. اوكي، احنا دلوقتي كمان واقفين على ماتيريال مكتوب من فوق حاجه اسمها ماتيريال اديتور، ومكتوب هنا حاجه اسمها ستاندرد. يبقى نوع الماتيريال اللي انا بشتغل فيها حاجه اسمها الستاندرد، ودي اول حاجه احنا هنشرحها في الماتيريال اللي هي الماتيريالات من نوع الستاندرد. لو عايزين نغير الماتيريال ممكن اقف عليها واخد من الستاندرد هنا، هبتدي اجيب ايه انواع تانية للماتيريال هنشرحها بالتبعيه واحده واحده. بس في الاول احنا ماسكين نوع عشان نبقى فاهمين برضو احنا ماشيين ازاي. احنا ماسكين نوع اسمه ايه، اسمه الستاندرد ماتيريال، هو النوع ده هنقول له اوكي او كانسل. يبقى احنا كده واقفين في الستاندرد. طيب الماتيريال الستاندرد تعتبر هي، هنكبر بس السين ده كده، تعتبر هي البدايه او الاساس لكل الماتيريالات. بمعنى ايه؟ بمعنى في الماكس مش هنلاقي في ماتيريال للجلد بانواعه، الستانلس بانواعه، الازاز بانواعه، مش هنلاقي الكلام ده في الماكس. لان لو هيعمل لي كده هيحتاج ان هو يعمل لي مكتبه من ملايين الماتيريالات، تمام؟ هيبقى اولا صعب ان هو يعملها، ثانيا صعب ان انا اعمل عليها نوتيفيكيشن. يعني لو عايز مثلا جلد بكذا لون معين في دماغي، مش معقول ان انا هقعد اعمل نافيجيشن على كل الالوان لغايه ما اجيب اللون اللي انا عايزه. لكن هو ممكن يديني الاساسيات الاوليه للماتيريال، وانا عن طريقها هبتدي اعمل ايه، اعمل ماتيريال. مثال على كده، مثلا اول حاجه في الماتيريالات الستاندرد اول اساس بيديهولي هو لون الماتيريال الديفيوز. تعالى ما نعمل كده براد تالت، وهعمل اساين الماتيريال دي عليه. الديفيوز يعني لون الماده، لما بعمل عليها دبل كليك بيطلع لي الالوان اللي خاصه بالماكس. من هنا بختار الهيو او درجه اللون، ومن هنا بختار شدته. لو انا اخترت الاخضر بختار شده الاخضر، هتديني الدرجه دي، ويديني جنبها الدرجة القديمة اللي هو كان اللون الجري، ومن هنا يعملها لي بالألوان اللي هي الريد والجرين والبلو، اللي هي الأرقام اللي هي ما تزيدش عن 255 في الريد والجرين والبلو، أو يديها لي بأرقام تانية. طب اشمعنى الأرقام دي؟ عشان لو عايز أنقل نفس اللون لخامة تانية ممكن أقول له إيه، أحفظ الأرقام دي وأنقلها في الخامة التانية. إن لم يكن برضه إحنا عندنا أي دروبر ممكن أجيب منها اللون من خامة تانية. مبدئيا هقول له أوكي، بقى البراد لونه اخضر، لكن مش هو ده اللي بيحدد البراد. انا عايز اديله لمعه مثلا، عايز اديله حاجه تانية اضافيه، صح؟ فعشان اديله حاجه تانية اضافيه راح جه من تحت قال لي ان عندك حاجه اسمها السبيكترال ليفل، مستوى اللمعان، انا هزوده. هلاحظ ان في لمعان زاد في البراد ده، هو من في الماتيريال ذات نفسها، وفي البراد ذات نفسه في لمعان ايه زاد معايا، تمام. بالمره انا همسك البراد ده واجي على الموديفاي بتاعه وازود السيجمنت شويه عشان خاطر ان انا اقدر اشوف البراد ناعم. اوكي، مستوى اللمعان ده ممكن ازوده بطريقه اوفر قوي، هيبقى طبعا شكله ايه فيك قوي. ممكن اقلله تاني. يبقى اول حاجه انا عملتها هو لون، نزود لمعان سنه كمان. اول حاجه عملتها لون الماده من ديفيوز، تاني حاجه لعبت فيها شده اللمعان. بس البراد اللمعان بتاعه مش عريض كده، البراد اللمعان بتاعه بيبقى في نقطه، في حته مركزه سبوت. فعشان كده انا ممكن استخدم حاجه اسمها جلوسنس. لما بلعب في الجلوسنس بصوا كده اللي هيحصل ايه،
هتلاحظ ان اللمعان بص بقت في نقط بقى كده فعلا. دي اللمعان بتاعت البراد مش اللمعان عريض، اللمعان بيبقى ايه مركز في نقطه. يبقى السبيكرا شده اللمعان والجلوسنس هو عرض اللمعان. تمام، لو احنا علينا الجلوسنس كمان بيعمل معانا اللمعان على طول ايه بيبقى عريض. طيب كلام جميل قوي. كمان في حاجه اسمها السوفتن. لو انا عايز اكبر الماتيريال دي هعمل دبل كليك عليها كده، يبقى انا كده كبرت الماتيريال. بصوا كده تعالى ما نركز فين في الدايره دي. هنلاحظ ان الدايره دي احنا قلنا شدتها هو الرقم ده صح، وعرضها هو الرقم ده. بصوا الرقم ده كده لما بزوده بيخليه فيه سوفت على الحروف اللي بره، لما بقلله بيخلي لي ايه الدايره ما تبقى ايه تبقى حاده. يعني معنى كده لو زودت شده اللمعان ممكن يبان معانا اكتر. بص بقى لما ازود السوفتن تحس ان بقى فيه ايه في بلور على الحروف، لما اقلل السوفتن ترجع لايه شده تانية عالي. انا هقلل شده اللمعان تاني وهنرجع تاني للبراد. ادي اللمعان بتاع البراد. يبقى كده الفرق بين الماتيريال دي ان هي بص مط، الماتيريال دي بقى فيها ايه فيها لمعة. لو احنا زومنا كده هنلاحظ كمان ان البراد من هنا تلاحظ ان هو ايه مفرغ كده صح. ده نتيجة ان الماتيريال مش تو سايدد. يعني ايه تو سايدد؟ يعني مش قدام وورا. ففي عندي بارامتر اسمها هنا ايه تو سايدد، اول ما بعمل عليها شيك بص البراد اتقفل معايا اهو. تمام، بقت الماتيريال كمان بقت شغالة من جوه البراد ومن بره الايه البراد، اسمها تو سايدد. في عندي حاجة اسمها واير، لو انا عايز البراد ده يبقى شبكة. بص الماتيريال بقت بس برضو اللمعان موجود فيها بس بقت ايه بقت شبكة. عندي كمان لو انا شلت الوايرد عندي كمان ماتيريال اسمها فيستد. لو عملتها كده يبتدي البراد كل الماتيريال كل تعالى ما نقلل بس الايه السيجمنت بتاعته شوية نخليها 4. كل ما نحط صورة على البراد لو احنا عملنا الفيس دي تتكرر الصورة في كل مربع من مربعات البراد. لو عملنا اف 4 هنلاحظ ان ده بقى مربع صح. لو انا حطيت صورة في البراد انا هحط صورة دلوقتي من حاجة اسمها ديفيوز. بدل ما احط لون من هنا في مربع جنبها كده جري صغير هعمل عليه كليك هبتدي يديني حاجة اسمها بيت ماب اهو، يعني صورة. هعمل عليها دبل كليك واختار اي صورة واقول له اوبن. لما هختار الصورة دي هتلاقوها غلفت الايه غلفت البراد، ولكن انا هطلع من هنا اب تاني عشان ارجع للماتيريال بتاعتي، ولكن مش باينة فين في الفيو بورت. تمام، ليه مش باينة في الفيو بورت؟ عشان في كمان ايكون تاني اسمها شو مابس ان فيو بورت. هنعمل كليك عليها راح جاي مبين لي صورة الايه الخشب فين في الماتيريال كلها. لو انا شلت الفيست ورجعت تاني مسكت الماتيريال هنا بيبتدي الماكس يعمل لي كالكوليشن للحسابات بتاعته ان هو يوزع لي الخامة اللي انا عملتها على الماتيريال. لو انا قلت له فيست ماب هنشوف بقى هيحصل ايه. بقت كل صورة يعني دي الصورة الواحدة. تمام، بقت متكررة في كل ايه في كل مربع، يعني كل مربع بعد ما عندي الصورة. لو انا رجعت تاني الفيس دي ماب اتشالت. عشان دي تشتغل مظبوط لازم بقى اشغل الفيس دي. الفيس دي بيعمل لي بيعمل لي كل مربع بقى مستقل بذاته. اوكي، يبقى انا كده شغلت التو سايدد والفيس والفيس دي ماب. واحنا قلنا الواير بتعمل ايه بتخلي الشبكة بتاعة البراد تبان. طبعا ساعتها يبقى مش محتاج ان احط صورة اساسا في البراد ان هي تعتبر ايه شبكة. انا هشيلها وهشيل دي وهشيل دي. طب المفروض ان انا عايز اشيل المبايا دي اللي بقى فيها حرف الام اهو. تمام، مبايا يعني بقى فيها صورة، عايز اشيلها وارجع تاني اللون الاخضر ده هعمل رايت كليك عليها واقول له اعمل لي ايه كلير، رجع لي تاني الصورة ايه لونها اكتر. طيب كلام جميل. انا دلوقتي هنزل تاني في الجزء ده. الماتريالات دلوقتي اتوصفت كايه كلون
وكلمع وكعرض للمع، شدة اللمع وعرض اللمع، وشوية حاجات كده تعتبر ايه، حاجات ثانوية، الحاجات اللي فوق دي. لكن انا دلوقتي المفروض ان انا عايز اعمل ماتيريال لون اللمعان بتاعها مختلف مش ابيض، فممكن العب في اللون ده اسمه السبيكلر كولر. لو لعبت في اللون السبيكلر كولر ده خدت لون تاني كده، هتلاحظوا ايه، ان لون اللمعان بقى باللون الاحمر. اوكي، دي في بعض الماتريالات مثلا زي النحاس بيبقى لون اللمعة مش لازم يبقى واخد اللون الابيض، تمام؟ يمكن في الموضوع البراد لو هو صيني يبقى لون اللمعة لون الابيض، لكن لو هو بعض مواد تانية يبقى لون اللمعة مختلف عن لون الايه، لون البراد. انا هقول له رجعها لي تاني لون ابيض، هقول له دبل كليك واختار اللون الابيض واقول له اوكي. طيب في كمان حاجة تانية ممكن اوصف بيها المادة، اللي هي ايه، اللي هي الاوباستي بتاعة المادة او الشفافية بتاعة المادة. يعني لو انا عايز البراد ده ازاز، هخلي الاوباستي 50%. 50% هتلاحظ ان البراد بقى بيبين يتعمل شيل كمان F4، هتلاحظ ان البراد بقى بيبين ونشيل كمان اللايت والاضاءة اللي موجودة، مش عايزين ambient occlusion ومش عايزين شادو. هنلاحظ هنا بقى ايه، البراد بقى شفاف صح، حتى مبين الايه الجزء اللي ورا فين في البراد. يبقى معنى كده ان هو عشان انا خففت الشفافية بتاعته ابتدى البراد ما بقاش حاجة سوليد، حاجة ايه، بقت حاجة مرئية انا اقدر اشوف من خلاله، تمام؟ لو انا رجعتها 100% تاني هيبقى البراد ايه، سوليد. في حتة بقى كمان اخر حاجة بوصف بيها المادة في الخامات الستاندرد، احنا كل ده بنشرح في الستاندرد تمام. اخر حاجة بوصف بيها المادة في الخامات الستاندرد اللي انا بقول له انا عايز اعمل سيلف الومينيشن او اضاءة ذاتية، تمام؟ الاضاءة الذاتية يعني معناها ان البراد ده واخد خامة لمبة بتنور، تمام؟ الاضاءة الذاتية هحط من هنا دبل كليك وهقول له انا عايز اعمل اضاءة ابيض كده، هنلاحظ البراد نور على طول. ممكن اقل شدة الاضاءة من هنا شوية يبقى نور خفيف، بقت لما قللت شدة الاضاءة من هنا شوية خد اللون الاخضر شوية وحطه مع السيلف الومينيشن وطلع لي اللون ده، دمجهم مع بعض تمام. لكن لو عليتها يديني اللون ايه، ابيض بيور اللي هو اللون الايه، لون الاضاءة. سيلف الومينيشن بستغلها لو انا عايز اعمل خامات مضيئة، لو انا عايز اعمل خامات مضيئة يبقى انا بعمل ايه، سيلف الومينيشن. لو انا قلت له اوكي يبقى كده قبل الوضع. لو انا شلت علامة الصح دي راجع تاني البراد ايه، للوضع الاساسي بتاعه. طيب هنفكر مع بعض ازاي نعمل خامة الجلد باللي احنا اتعلمناه جوه الخامات الستاندرد.